بنرحب فيكم بهاي الفقرة بدنا نحكي فيها عن زراعة الأعضاء ومعانا اليوم الدكتور الاستشاري عبد الهادي بريزات استشاري الجراحة العامة ومدير مديرية زراعة الأعضاء بالأردن كيف حالك دكتور؟ أهلاً شو أخبارك؟ دكتور, مرحبا. دكتور بداية ممكن تحكينا شو هي زراعة الأعضاء؟ زراعة الأعضاء هي عبارة عن نقل عضو ليحل محل عضو آخر حيث أن هذا العضو الآخر هو فشل في عمله أو مرات نستعمل جزء من العضو ليقوم مقام العضو المصاب والذي فشل أثبتت يعني الأرقام والإحصاءات العالمية أنه زراعة الأعضاء الآن هي العلاج الناجع والأخير للحالة النهائية للعضو الفاشل في عمله طيب دكتور بدأت تحكي لنا نبذة عن زراعة الأعضاء هو قديما حتى في يعني في الـ في التاريخ عبر التاريخ اهتم الناس والعلماء والاطباء بزراعه الاعضاء وقيل الحديث انهم حاولوا زراعه يعني قدم او طرف سفلي لواحد اخر او يقال انهم كانوا يزرعوا قلب واحد شجاع لواحد او لو يعني لواحد مش شجاع لكن علميا ويعني العلم الحديث يبدا من اوائل القرن التاسع عشر يعني في زراعه اول قرن يعني 1905 بعدين زراعه اول كليه 1954 في العالم احكي <applause> وزراعه قلب في العام 67 والكبد كذلك آه، ثم انتشرت يعني زراعه الاعضاء وبنكرياس ومع دقيقه ووجه والى اخره. اردنيا يعني زراعه الاعضاء بلشت عام 1972 في زراعه اول كليه ثم تطورت زراعه القلب 1985 ثم كليه و عام 97 ثم الكبد 2004 وهلم جرا. طيب دكتور ممكن تحكي لنا انواع المتبرعين او من هم المتبرعين؟ التبرع او الاعضاء تاتي من من مصدرين المصدر الاول هو من الاشخاص الاحياء ولهم انواع والمصدر الاخر هو من الاشخاص اللي بنسميهم احنا المتوفين سريريا او دماغيا وحاليا في العالم حتى المصدر الثالث صاروا هم الاشخاص الذين يتوفون بالكامل بالمطلق يعني توقف القلب والتنفس هلا الاحياء يعني انواع التبرع مختلفه قد يكون التبرع الاول والمهم ويعني المرغوب والاغلب هو التبرع من الاقارب ذات ذات الصله بمعنى الاقارب يعني جينيا ودما يعني نقول الاقارب الدرجه الاولى اللي هم الاباء والابناء او الابناء للاباء ثم الدرجه الثانيه هم يعني الاخوان والاخوات والثالثه الاعمام والرابعه المجره هذا المتبرع ذات بالصله. في التبرع المتبرع الاخر سبيل المتبرع من اجل الخير، يعني المتبرع الخير مه. الذي يتبرع بعضو وهو حي لكن لا يسمي ولا يعرف لمن يتبرع حتى لا يكون هناك شبهه في أن هذا التبرع مقابل لانه في شروط للتبرع من الاحياء، شروط طبيه وشروط قانونيه. مه. يعني التبرع يجب يكون بدون مقابل مادي والمتبرع ان يكون صحيح حاقل بالغ بعدين يعني لا يقع ضرر عليه اذا ما اخذ منه العضو ويجب يعني يكون التبرع له ذو فائده للشخص اللي بده يتلقى منه. في التبرع الاخر اللي هو يعني من تبرع بالتقسيم يعني وهذا عاده بيكون بعض الاشخاص المتوفين دماغيا. والتبرع آه للاسف هو ليس تبرع ربما نتطرق له انه في اشخاص يعني يعطوا اعضائهم مقابل آه مقابل مادي معين وهذا ما يسمى بالتجارة بالأعضاء أو في بعض الدول يسمى بالسياحة العلاجية أو سياحة زراعة الأعضاء م... إحنا الحمد لله اللي عندنا كله تحت أنظمة معينة ما في منها الحكي يعني لا طبعا الأردن هي من الدول يعني السباقة في المنطقة اللي عندها تنظيم لهذا الموضوع ومن الدول السباقة اللي أصدرت قانون آه في 1956 قانون التبرع بعين الموتى مم. وفي 1977 قانون التبرع بالاعضاء الذي يجيز التبرع بالاعضاء من الاشخاص الاحياء او المتوفين دماغيا. <applause> <applause> ومن ثم عام 2015 آه يعني اخر شيء تم اصدار دليل اسمه دليل الاجراءات العامه للتبرع ونقل وزراعه الاعضاء والانسجه والخلايا البشريه في المملكه الاردنيه الهاشميه نظم جميع محاور عمليه التبرع. ممتاز. <applause> لهذه <applause> الاعضاء من ناحيه طبيه، قانونيه ورقابيه بالاعتماد على السنة والشريع والشريعة مه. ومن ثم القانون والنواحي الطبية مه. ممتاز طيب دكتور قبل فترة كان في حملة عشان هاي تبرع الأعضاء كنا بنحكي فيها قبل ما نصور تحكي لنا عنها شوي هاي صارت تبعت ال صراحة هي الحملات في الأردن يعني من أجل تشجيع التبرع بالأعضاء مه. لأنه راح نتكلم شوي كيف وضعنا بالأردن بالنسبة لموضوع الأعضاء مه. هناك حملات تشجيع التبرع بالأعضاء تقوم فيها مؤسسات مختلفة في الأردن من أهم هذه الجمعيات هي جمعية التشجيع التبرع بالأعضاء اللي كانت رئيسيتها جلاله الملكه الان رئيسة سمو الامير رعد بن زيد هذه الجمعيه كل فتره وفتره بدعم من مؤسسات صحيه معينه تعمل آه يعني آه نسميهم حملات للتشجيع التبرع بالأعضاء منها حمله العام 2012, 2012 للدخول في الدخول في موسوعة جنس بعدد الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بعد نعم. وفاتهم والمقصود بها بعد الوفاة الدماغية مه. ثم هناك حملة كانت قبل سنتين في كانت في مدينة الحسين الرياضية برضو من بعد حياة اسمها طيب دكتور بدي بس هيك أسأل سؤال قبل ما نحكي عن النصائح قديش في معنى وقت أنه بين ما نأخذ العضو وبين ما نزرعه يعني تحكي هلأ هيك بشكل مختص متبرعين مختص يعني؟ كم متبرعين الاحياء متبرعين الاحياء طبعا النقل يتم فورا في نفس الوقت تقريبا في غرف العمليات مجهزه من شخص لاخر الكليه او نصف الكبد هنا مجره لكن احنا بيهمنا موضوع التبرع من الوفاه الدماغيه بحيث انه احنا في الاردن بحاجه ماسه جدا حيث المتوفر من الاعضاء لا يغطي 9% من حاجتنا في الاردن 9% يعني كل 100 شخص بحاجه لاعضاء نستطيع بالموجود عندنا من الاعضاء من الاشخاص المتبررين احيانا نغطي تسعه منهم مم. او عشرة فيبقى تسعين شخص بدهم اعضاء، لا يمكن تغطيتهم الا ضمن البرنامج الوطني اللي هو تشجيع التبرع بالاعضاء من الاشخاص المتوفين دماغيا. مم. ماذا يعني ذلك؟ ان الشخص الذي تعطل جذع الدماغ بحيث اصبح لا يسيطر هذا الجذع على وظائف الجسم وخاصه التنفس والقلب. مم. لا يستطيع هذا الشخص يتنفس أو قلب ينبض إلا باستعمال الأجهزة الاصطناعية للتنفس وبالأدوية نعم. فإذا ما أوقفت هذه الأدوية أو هذه الأجهزة يتوقف القلب والتنفس هنا سمي الموت السريري فإذا ما تم تشخيص الموت السريري وضمن دليل الإجراءات اللي قلت كلمتك عنه قبل شوي هناك قواعد صاربة ثابتة ضمن القانون الأردني لتشخيص الوفاة الدماغية من قبل لجنة طبية مؤلفة من ثلاث اختصاصات اختصاص جراحة دماغ وأعصاب اختصاص جراء أمراض الدماغ والأعصاب اختصاص الطبيب الشرعي وإذا كانت الحالة فيها قضائية يكون هناك المدعي العام نعم. ويجب أن لا يكون الطبيب المشرف على حالة المريض من الأشخاص اللي بشخص الوفاة الدماغية حتى لا يكون هناك مصلحة صح في تشخيص صح طبعاً. فبعد ما يوافق تشخص الوفاة الدماغية ونتأكد أن هذه الأعضاء ممكن تكون صالحة لنزعها لزرعها لأشخاص محتاجينها نسأل الأهل في أنهم يوافقون على التبرع بالأعضاء للشخص ذويهم أو إذا كان هو في حياة حياتي توص أوصى مم. بالتبرع إذا, ما تمت هذه الثلاث شروط حسب السجل الوطني اللي عندنا موجود في مديرية زراعة الأعضاء نقوم بالتواصل مع الجهات الأردنية تعنى بزراعة الأعضاء مشان نشوف المرضى حسب القائمة الوطنية وعندنا نقاط لكل مريض حسب أولويات فتختلف الأعضاء من عضو لآخر بعد إيقاف الأجهزة صح القلب أكثر واحد حساس لازم يزرع خلال أربع ساعات تقريبا بعدين ممكن تجي الكبد بعدين الكليه ممكن تاخذ وقت نقدر نحفظها وقت اكثر ممكن نقلها اصلا من منطقه الى منطقه لكن كل ما تم زرع اي عضو ابكر ابكر كل ما أحسن. كانت الفائده أحسن. افضل واحسن دكتور ختاما في نصيحه بتحب توجهها للمشاهدين بخصوص هذا الموضوع الصراحه يعني الموضوع اللي هو التبرع بالاعضاء من اشخاص متوفين دماغي اول شيء هي صدقه جاريه ثاني هاي الاعضاء ينتفع فيها ناس ممكن يكونوا من الاقارب منا ثالثا يعني نوصي ونطلب من اخواننا من المواطنين الاردنيين أي شخص يحصل له إيه؟ وفاه دماغيه اذا ما قاموا بالتبرع بالأعضاء بالاعضاء بنسد جزء من حاجتنا وهذول الناس المرضى هم اخواننا زوجاتنا اخواتنا اهلنا وهذول جزء من المجتمع اساتذتنا ممكن يكون مفيدين للمجتمع بعدين ممكن عائله نفسها مرات تحتاج تكون فاحنا يعني نشيد انه تشجيع هذا البرنامج وبكل الطرق المتاحه ان شاء الله شكرا كثير لك دكتور بتمنى ان الكل استفاد من هاي المعلومات تابع معنا فقراتنا